فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، نريد أن نعرف ما هي السلفية كمنهج، وهل لنا أن ننتسب إليها، وهل لنا أن ننكر على من لا ينتسب إليها أو ينكر التسمي بكلمة سلفي أو غير ذلك، جزاكم الله خيرا. السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم هم الذين سلفون وقدمونا وتقدموا علينا، فاتباعهم هو السلفية. وأما اتخاذ السلفية كمنهج خاص ينفرد به الإنسان ويضلل من خالفه من المسلمين ولو كانوا على حق، واتخاذ السلفية كمنهج حزبي فلا شك أن هذا خلاف السلفية. السلف كلهم يدعون إلى الاتفاق والالتئام حول كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم، ولا يضللون من خالفهم عن تأويل. اللهم إلا في العقائد فإنهم يرون أن من خالف فيها فهو ضال، أما المسائل العمليات فإنهم يخففون فيها كثيرا. لكن بعض من انتهج السلفية في عصرنا هذا صار يضلل كل من خالفه ولو كان الحق معه، واتخذها بعضهم منهجا حزبيا كمنهج الأحزاب الأخرى التي تنتسب إلى دين الإسلام، وهذا هو الذي ينكر ولا يمكن إقراره. ويقال انظروا إلى مذهب السلف الصالح ماذا يفعلون في منهجهم وفي ساعة صدورهم من الخلاف الذي يسوء فيه الاجتهاد، حتى أنهم يختلفون في مسائل كبيرة